وللمزيد معنا من مدينة صوفيا في بلغاريا الدكتور ألكسندر أتونوسوفا، خبير التشريعات الاقتصادية. أهلا وسهلا بك دكتور. وجدنا في الشهور الأخيرة عدة تغييرات في المناصب الإدارية العليا، منذ أيام أعلنت مثلا شركة نستلي عن تغيير الرئيس، رئيس مجلس الإدارة، قبلها أيضا بأسابيع تغيير في إدارة ستاربكس، وكل هذا بسبب الأداء السلبي لهذه الشركات، أو حتى الأداء الذي لم يكن على مستوى المستهدفات. إلى أي مدى تؤثر القيادة على المكاسب والخسائر في هذه الشركات الكبرى؟ أشكرك لاستضافتي. القيادة للمديرين التنفيذيين مهمة للغاية لسير العملية في الشركة والإدارة بطريقة جيدة. الإدارة التنفيذية هي رأس القوى السوقية التي تقدم المجتمع، ولكي تكون هناك شركة ناجحة نحتاج إلى أن يكون هناك تطور وتنمية اجتماعية لكي تساعد الشركات في تطوير وتنمية المجتمعات. هناك العديد من المتطلبات، يمكننا الحديث مثلا عن القدرة الشخصية للقائد، أو مثلا أن نتحدث عن المنظمات. وكل شركة هي منظمة في حد ذاتها، ولا يمكن للاقتصاد أن يعمل دون القطاع الخاص المستقل. لكن تتنافس الشركات في المجتمع لكي تحسن المجتمعات، وهذا يعد تنسيق صاعد في المجتمع. وإذا ما كان هناك مؤسس لشركة يصعد للقمة لأنه لديه مهارات كبيرة ومتميز، هذا هو الوضع المثالي. ولكن عادة نرى مديرين تنفيذيين ليسوا دائما قوة إيجابية. تخيلي مدير تنفيذي يتقلد منصب ما بسبب أنه معروف وليس بسبب قدرته الفعلية. وتخيلي مثلا شركة تعين شخصا لأنه لديه مكانة اجتماعية عالية، وقد لا يكون مهندس، أو قد يكون مهندسا بارعا وناجحا، ولكن هذا لا يعني أنه مديرا بارعا. أو أن تعين شريك سياسي مشهور الذي يمكن أن يخدم الشركة بطريقة ما، ولكن لن يديرها بشكل جيد. فإيجاد مدير جيد هو مهمة صعبة للغاية. لذلك نتحدث عن كل هذه الشركات التي لم تتمكن من أن تحقق الأرباح. فالإدارة هي مهارة محددة يولد البعض بها، والبعض عليهم أن يطوروا أو أن يتعلموا هذه المهارة. لذلك أن يحظى المرء بالتعليم الجيد للإدارة هو أمر مهم للغاية لأي شركة لكي تتقدم، وأن يتم استيفاء الشروط الأكثر أهمية. وما نعرفه داخل الشركة هو أن يكون لدى الشخص جانب تنظيمي جيد، وهذا ما يجعل الشركة جيدة وإدارتها أيضا، وما يجعل هذا مفيد في تحقيق الأرباح في السوق ويؤدي إلى تقدم المجتمع. فعليه أن يتمكن من بناء منظمة جيدة. طيب، عذرا على المقاطعة دكتور ألكسندر، في الشهور الأخيرة كانت هناك ظروف كثيرة عالمية ربما تؤثر
تؤثر على أداء الشركات وعلى المبيعات في بعض القطاعات. إلى أي حد يمكن للرئيس التنفيذي مهما كان يعني متعلما وملما بأساليب الإدارة الجيدة أن يتعامل مع هذه المتغيرات التي تبدو خارج السيطرة وخارج التوقعات؟ Yes. This is the challenge of our time. هذا هو تحدي العصر، فنحن نعيش في أوقات لا يمكن أن نتوقع بها أي شيء. لذلك مرة أخرى أعود إلى النقطة السابقة، نحتاج إلى تنظيم، وينبغي على المدير أن يخلق تنظيماً أو منظمة قادرة على الابتكار وإنتاج أفكار جديدة والتكيف للواقع المتغير. وهذه ليست مهمة سهلة، لم يقل أحد أنها مهمة سهلة، ولكن هذا هو ما يخلق فرقا بين مدير متميز وشخص يعرف كيفية إدارة الأمور في العديد من الظروف، لأنه تعلم مهارة الإدارة في هذه البيئة. لذلك المدير الجيد يكون شخصا يستجيب للطرق والطرائق الجديدة الناشئة والسوق الموجود والتحديات الناشئة من خلال خلق النظام الذي يمكن من خلاله التعامل مع هذا الأمر. وهذه مهارة تتعلق بالمرونة وهي مهمة، ينبغي أن تكون لدى المدير التنفيذي. شكرا جزيلا لوجودك معنا، ضيفنا من صوفيا في بلغاريا الدكتور ألكسندر أتونوسوفا خبير التشريعات الاقتصادية.